وينضم الينا عبر خدمه سكايب الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الاكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسه. دكتور محمد صباح الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه، وكل سنه وحضرتك طيب. لا باس في البدايه ان نذكر الساده المشاهدين بماهيه مجلس الشيوخ، لماذا اسست الدوله، لماذا تم وضع احدى المواد في الاستفتاء الاخير الذي وافق عليه الشعب في 2019 هذه الماده المتعلقه بانشاء مجلس اخر او غرفه اخرى للبرلمان للسلطه التشريعيه، وهي مجلس طبعا او هو مجلس الشيوخ. يعني أود في البداية أن أشير إلى أنه مع ثورة 30 يونيو كان الهدف الأساسي هو إعادة بناء الدولة، فكانت الكثير من المؤسسات قد بدأت تنهار أو على وشك الانهيار، وبالتالي كان من الضروري لبناء الدولة المصرية إعادة بناء تلك المؤسسات وتوسيع الهامش المشاركة السياسية. وكان الهدف من التعديل الدستوري واتخاذ وإنشاء مجلس الشيوخ هو توسيع دائرة المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة لخبرات وكفاءات أخرى كثيرة لأن تشارك في العملية السياسية وتساعد على إعادة على البناء الديمقراطي الواسع. فإذا كان مجلس النواب يتم الانتخاب فيه أو الأعضاء الذين يدخلونه هم الأكثر شعبية، فالهدف من مجلس الشيوخ أن يتم الاستعانة بشخصيات لديها القدرة والخبرة المتراكمة ويمكن أن تقدم النصائح وتساعد مجلس النواب، ولا تستند أساسا إلى شعبيتها ولكن إلى خبراتها، وبالتالي يكون هو مجلس حكماء بالدرجة الأولى، مجلس فيه تراكم الخبرة، يهتم بمناقشة القضايا، يساعد مجلس النواب في اقتراح القوانين ودراسة القوانين قبل العرض عليه. والبعض يقول أن هذا المجلس سلطاته استشارية وبالتالي يصبح سلطاته محدودة، ولكن في اعتقادي أن المجلس الشيوخ سيكون هو الأداة الأساسية التي تناقش كل القضايا التي تهم الوطن، وربما يساعد على تعبئة الرأي العام للضغط على الغرفة الأخرى وهي البرلمان عند مناقشتها لقضايا لابد أن تهتم بتفصيلاتها التي راجعها الخبراء الموجودون في مجلس الشيوخ. وفي كل التجارب الديمقراطية في العالم في المجالس التشريعية التي تعتمد نظام الغرفتين، هناك غرفة أعلى وغرفة أدنى، الغرفة الأعلى هي المنوط بها إقرار هذه القوانين، والغرفة الأدنى تدرس بتعمق وبشكل تفصيلي هذه القوانين، أليس كذلك؟ نعم، يعني هو المقصود بها ليست أعلى وأدنى لأنه المجلسين لهم نفس الأهمية، لكني أقول أنه الهدف المشرع أو هدف التعديل الدستوري أن يدخل مجلس الشيوخ الكفاءات التي لديها الخبرة في مختلف المجالات، خبرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية وأمنية، وإذا كانت الانتخابات لا تأتي بمثل هؤلاء الأفراد فالمشكلة ليس في التشريع ولا في الاختصاصات، المشكلة في الناخب الذي لا يزال يصر على انتخاب نائب الخدمات، وهنا كان المطلوب ألا يكون نائب خدمات بالدرجة الأولى ولكن نائب الخبرة المتراكمة. وبالتالي فالمشرع أعطى للسيد رئيس الجمهورية فرصة لإعادة التوازن داخل هذا المجلس من خلال اختيار 100 شخصية تضيف إلى ما تم اختيارهم سواء في القوائم أو في الفردية، وتساعد على أن يدخل هذا المجلس خبرات ليست لديها القدرة على أن تحقق شعبية أو تدخل العمليات الانتخابية بصورة مباشرة. طيب لعلك ذكرت بعض من اختصاصات هذه او هذا المجلس، مجلس الشيوخ، بحسب القانون يا دكتور محمد ما هي الاختصاصات بشكل اجمالي لمجلس الشيوخ؟ يعني عند انعقاد جلسات مجلس الشيوخ قريبا ما هي الموضوعات المنوط بها به مناقشتها؟ يعني شوف، هو في الفارق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ان مجلس النواب له وظيفتين اساسيتين، وظيفه رقابيه ووظيفه تشريعيه، يعني يراقب الحكومه ويتابع أعمالها ويقدم عليها أسئلة واستجوابات وسحب الثقة من الوزير الذي لا يؤدي ما يطلب أو من الحكومة بأكملها. والوظيفة التشريعية اقتراح القوانين أو طرح القوانين وإقرارها والتصديق على المعاهدات. فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ليس مطلوبا منه وليس من اختصاصه السلطة الرقابية أو التشريعية، لكنه يقترح القوانين، يعني يرى قوانين موضوعات مهمة فيقترحها، تحال إليه قرارات أو قوانين يرى السيد رئيس الجمهورية أنها تستحق الدراسة قبل العرض على البرلمان أو تستحق المناقشة التفصيلية فيناقشها ويضيف إليها الخبرات المطلوبة، وعندما تعرض بعد ذلك تكون قد تم تفصيلها ودراسة كافة أجزائها. يعني على سبيل المثال عندما يطرح على البرلمان أو يقترح البرلمان خطة لزيادة مثلا
العلاوه بنسبه كبيره، وتصبح ضغط على البرلمان. لو يعرض مثل هذه الامور على مجلس الشيوخ سيراعي اذا ما كانت الميزانيه الدوله تسمح بهذه الزياده من عدمه، ومن الوسائل الاخرى لتحقيق الزياده دون حدوث اخلال. عندما تعرض بعد ذلك على البرلمان يكون هناك نوع من الاستناره، فمجلس الشيوخ يقوم بعمليه تنوير للبرلمان ويقترح ما يريد ويفصل ويضيف خبراته التي تسري العمل البرلماني في مجلس النواب. طيب دكتور محمد، إلى أي مدى التجربة السابقة، تجربة مجلس النواب الحالية حتى، تطلبت أن يكون هناك مجلس، مش عايز أقول معاون، لكن مجلس آخر، غرفة ثانية لمجلس النواب، حتى يتم دراسة القوانين بشكل تفصيلي، حتى يتم تسهيل عملية التشريع؟ يعني أنا في تقديري، وهذا رأيي شخصي، أن البرلمان الحالي استند بالدرجة الأولى إلى شعبية الناخبين وشعبية الأعضاء، وكان المعيار الأساسي الأول في الانتخابات كانت هو الشعبية ونائب الخدمات. وإحنا نخلط ما بين النائب في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، فالناس ينتخبون العضو البرلمان الذي يحقق لهم في أماكنهم في القرى وفي المناطق الشعبية وفي المدن ما يحتاجونه من خدمات. لكن هذه هي الثقافة السائدة، هذه هي الصورة الذهنية لدى النائب، لدى نعم، جموع المجتمع المصري، ولم تتغير حتى هذه تزال. اللحظة. نعم، ولا تزال. وبالتالي كان هناك ضرورة أن يكون هناك عقل إضافي، قادر تنويري، يضيف إلى هذا المجلس الذي استند إلى الخدمات بالدرجة الأولى، يستند إلى خبراء لا يحتاجون إلى هذه الخبرة، إلى هذه الشعبية، بقدر ما يكون لديهم من فرص لتنوير الأعضاء وتفصيل القضايا ومناقشتها وتحديد الخيارات والسيناريوهات المطروحة، وبالتالي يعبئ الرأي العام لمساندة الأفكار الجيدة والأمور التي يجب أن يلتزم بها مجلس النواب. طيب، في التجربة أيضا، تجربة مجلس النواب الحالية، كان هناك نوع، أو كانت هناك شكاوى تأتي من مجلس النواب أن الوقت ضيق لمناقشة كم كبير من القوانين. هل يمكن لمجلس الشيوخ أن يساعد مجلس النواب في مناقشة القوانين باستفاضة وبتعمق، بحيث يمكن تسهيل عملية التشريع، إقرار القوانين، نظرا لهذا الكم الكبير من التحديات التي تواجه المجتمع؟ هذا مرتبط بأن يتم إحالة هذه القوانين إليه، يعني أن يحيل لها البرلمان قوانين أو يحيل له السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي هو يناقشها ويفصلها ويضع فيها الخيارات المطلوبة ويطرح كل المسارات التي يجب اتخاذها. وعندما تعرض على البرلمان لا يحتاج إلى دراسات إضافية، ولكنه يتخذ موقف من الأمور التي طرحها والحلول التي وضعها والصياغة التي طرحها مجلس الشيوخ بصورة كبيرة، فهذا يسهل العمل ويسرع بعملية إقرار القوانين. لكن لعلك تلاحظ أن الأزمة التي حدثت في زحمة القوانين كانت مرتبطة بأن هناك كم كبير من القوانين قبل كان أن يعقد يتعين مجلس على النواب. المجلس قبل أن يعقد، بالضبط، وبالتالي كان لابد لمجلس النواب أن يوافق على هذه القوانين أو لا يوافق على هذه القوانين حتى يبدأ بتشريع قوانين جديدة. يعني ذلك أخذ وقت طويل في بداية انعقاد هذا المجلس. نعم، كان هناك وضع استثنائي قد لا يتكرر في الدورات الأخرى أو في المجلس القادم، لأنه المجلس الحالي أنهى تقريبا جميع القوانين التي كانت مطروحة عليه والتي كان يتعين عليه الانتهاء منها قبل انتهاء مدة انعقاده. هناك كثير من الأنظمة التشريعية في العالم دكتور محمد، يعني على سبيل المثال القوى الديمقراطية الكبرى في العالم تعتمد هذا النظام، نظام الغرفتين، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نواب وشيوخ، في بريطانيا هناك اللوردات، وأيضا هناك المجلس العموم البريطاني. هل يمكن تقييم هذه التجارب المتعلقة بوجود غرفتين للسلطة التشريعية؟ يعني الحقيقة الأمر مختلف، لأنه ده يرتبط بدرجة النمو الوعي السياسي لدى المواطن في تلك الدول واختصاصات المجلسين والبناء واختصاصات المجلس والبناء الديمقراطي نفسه والنظام السياسي نفسه الذي يسمح بإعطاء اختصاصات لكل مجلس على نحو ما ترى في تلك الدول، سواء في مجلس اللوردات أو في مجلس الشيوخ، لأنه هذا أمر مختلف عما يتم في صياغته. نحن نبدأ العمل في هذا مجلس الشيوخ الحالي ولدينا خبرة سابقة في مجلس طبعا. الشورى تناقضت ما بين سلطات ممنوحة وسلطات منزوعة منه. نأمل أن نبدأ بهذا العمل نوعا من الاستقرار البرلماني والاستقرار التشريعي يتم تفعيله في المراحل القادمة، وربما نرى في سنوات قادمة إضافة اختصاصات أخرى
الى مجلس الشيوخ بعدما تنجح التجربه بصوره كبيره. كانك تقول يا دكتور محمد ان لكل دوله خصوصيه حتى في سلطتها التشريعيه، مع حتى ان كان هناك نوع من التشابه في الشكل من حيث الانظمه، سواء غرفه واحده او غرفتين، لكن تبقى ان لكل دوله او يبقى لكل دوله خصوصيه في طريقه التعاطي مع هذا النظام. بالتاكيد الانظمه السياسيه في العالم كلها لها اسس واضحه، لكن المشكله في طبيعه كل مجتمع، هل وصل الى هذه الدرجه من النمو او البناء السياسي بحيث يمكن ان تكون المؤسسات التابعه له قادره على الايفاء بما بالمتطلبات وبما يحتاجه؟ تحتاج هنا لان الناخب نفسه يستطيع ان يؤمن ويتحرك لينتخب عضو برلمان او عضو مجلس الشيوخ لديه القدره او يرى انه اقدر على ان يكون مساعدا للحكومه او مساعدا او جهه رقابيه على الحكومه او مساعدا لاجهزه صنع القرار في الدوله على الوصول الى ما يحقق مصلحه البلد. هذه نحن كما قلت في البدايه، كما تم ثوره 30 يونيو والرئيس السيسي باعاده بناء مؤسسات الدوله سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه او حتى البناء الاجتماعي والطرق وحتى المعمار، الاعمار الذي يتم على صوره كبيره، نعم. كل هذا كان من ضمن اعاده بناء الوعي السياسي والمؤسسات السياسيه والمؤسسات التشريعيه التي تكون وعاء لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التي يحتاجها الوطن. التجربة هذه وإن كانت جديدة يا دكتور محمد، لكنها لم تبدأ من العدم. مصر عرفت الأنظمة النيابية والأنظمة التشريعية والسلطات التشريعية منذ بداية القرن التاسع عشر، تحديدا منذ عام 1824 مرورا ب 1866 بشكلها النيابي. لأي مدى كل هذه الخبرات، تراكم هذه الخبرات التشريعية في مصر ساعدت إلى الوصول إلى هذه النقطة؟ يعني لدينا خبرة برلمانية قديمة تبدأ من أيام الاحتلال البريطاني والحكم الملكي وبعد ذلك الحكم الجمهوري وتعدد الصور. وكما قلت قبل ذلك، القضية ليست لدينا مشرعين على أعلى مستوى وخبراء قانونيين ودراسات جادة في هذه المجالات، المشكلة هي في التطبيق وفي درجة الوعي السياسي. يعني نتصور أو أتخيل أن مجلس الشيوخ يمكن أن يساعد فيما يعده من دراسات، وقد سبق لمجلس الشورى الذي كان في عام 80 على ما أعتقد كان لديه إصدار بعض الدراسات المهمة في كل القضايا التي تهم الوطن. هذه تساعد على زيادة النمو الوعي السياسي وزيادة المشاركة، حجم المشاركة السياسية. يعني الآن نحن اليوم بدل من 500 أو 600 عضو في مجلس النواب لدينا 300 آخرين في مجلس الشيوخ، هناك توسيع لدائرة المشاركة السياسية. ولو جاءت المجالس المحلية سيكون لدينا آلاف من الذين يشاركون في العمل السياسي. نعم. ويمكن أن تسري هذه التجربة الأحزاب التي تكون. وكان هذا سؤال دكتور محمد، يعني هذه التجربة الجديدة أن يكون هناك منصات مختلفة لمشاركة الأحزاب، المشاركة في الحياة السياسية من قبل حتى المستقلين، ذلك يضع مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية، على القوى السياسية في المجتمع، أن تتحرك، أن تتفاعل، أن تتعاطى مع بعضها البعض، حتى تنتج، حتى تمثل، حتى تستطيع أن تمثل المجتمع في هذه المنصات. نعم، أنا أرى أن الأحزاب في مصر حتى الآن قاصرة على أن ترقى إلى مستوى المرحلة اللي فيها. لدينا أحزاب تتحرك الشعبية بصورة كبيرة، ولن عند الأزمات لم تتفاعل سياسيا الأحزاب. هناك أحزاب قديمة ومع ذلك شعبيتها ضعيفة، نتمنى يكون هناك تفاعل سياسي أكبر، المساحة للقطاعات الشبابية للمشاركة بفاعلية في تلك الأحزاب. إذا هذه المشاركة هي التي ستفرض على الموجودة أن تعمل شخصيات لديها القدرة على أن تساعد وعلى تسن القوانين التي نحتاجها. بما أنك تحدثت عن الشباب، اليوم هو يوافق اليوم العالمي للشباب، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تغريدة لافتة وقال أنه يعني يوجه تحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء. ربما هناك ربط طبيعي بين هذه الانتخابات وبين اليوم العالمي للشباب وما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. في انتخابات أو في قانون انتخابات مجلس الشورى نص على أنه يجب لمن يدخل هذه الانتخابات، لأي من يعني يريد الترشح لهذه الانتخابات، أن لا يقل سنه عن 35 سنة، وبالتالي هناك دعم من الدولة لهذا القطاع العريض من المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية، علما بأن مجلس النواب ينص أيضا، قانون انتخابات مجلس النواب ينص على أنه لا يقل عن 25 سنة. هناك يعني كيف ترى هذا الاهتمام من قبل الدولة ومؤسساتها بهذا القطاع؟ يعني هو الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى اهتمام كبير فيما يتعلق بقطاع الشباب،
ولعل تجربة شباب البرنامج الرئاسي دليل واضح على ذلك، فقد نجحت هذه التجربة في أن تحوي أو أن تستوعب آلاف الشباب على اتساع الجمهورية ومن مختلف المستويات سواء الثقافية أو الاجتماعية، والذين شاركوا في العمل السياسي بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية. ولعل المؤتمرات الشبابية التي تعقد سنويا وبها مؤتمرات عالمية قد أضفت نوعا من الحضور المصري على القطاع الشبابي في العالم، وبدأنا نرى كوادر شبابية تختار من بين هذه المجموعات لتشارك في العمل السياسي، نواب محافظين أو مساعدين نعم محافظين ومساعدين وزراء. هذا الأمر يعوض النقص الذي لم تقم به الأحزاب. كان المفروض أن الأحزاب هي التي تقوم بفرز القيادات الشابة التي يمكن أن ترشح لمناصب، ولكن لأن الأحزاب لم ترقى إلى هذا المستوى، فكانت هذه الصيغة التي طرحها السيد الرئيس التي سمحت بأن تفرز قيادات أو عناصر شبابية لتحتل هذه المناصب وتسري العمل. وأعتقد أن هذه الصيغة متسعة، وهناك دراسات حول اتساع إلى تشمل محافظات أخرى، وأن تعقد المؤتمرات الشبابية خارج القاهرة، نعم ربما تعقد في محافظات كل محافظة على حدة، يعني هو ونرى كان ذلك يتم بشكل دوري، لكن يبدو أن أزمة كورونا وما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة أجل وأرجأ هذه المؤتمرات، مؤتمرات الشباب. طيب دكتور محمد، عدد المرشحين في هذه الانتخابات، انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشح يتنافسون على 200 مقعد، يعني تقريبا معدل أربعة مرشحين على المقعد الواحد، هل هذا معدل مناسب؟ لا اعتقد انه معدل مناسب ومعدل متدني، كنت اتصور ان يكون العدد اكبر من ذلك لانه العمليه متسعه، لكن ربما طبيعه الانتخاب جعلت البعض يعزف عن هذا لانه الدائره متسعه وربما لا يكون لديه القدره على تغطيه تلك الدائره. وكما قلنا سابقا ان نستنتخب نائب الخدمات، يعني لازم ان يكون لديه معرفه مباشره بالمواطنين وليست بامكانياته وقدراته الفكريه والخبرات المتراكمه لديه. فهذه تجربه ربما في المرات القادمة يكون هناك أكبر عددا من هؤلاء المرشحين. نعم، والتجارب في كل الأحوال هي تتطور وتنمو وصولا إلى المرحلة على الأقل شبه المثالية وليست المثالية بشكل كامل. طيب تحدثنا عن الشباب وأهمية دور الشباب ومشاركتهم، بالأمس كان اليوم الأول لهذه الانتخابات، ما هي أبرز المشاهدات التي لاحظتها وتوقفت عندها في مشاركة الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ؟ يعني الصور التي تابعتها والتي رأيتها سواء في قريتي وهي قرية بهنباي مركز زقازيق شرقية أو في عدد من المناطق الأخرى، لاحظت أن هناك نسبة إقبال لم أكن أتوقعها، أزيد مما كنت أتوقع، وكنت أتصور أن الإقبال سيكون أقل من ذلك، لكنها كان إقبالا أكثر مما كنت أتصور. وهناك إقبال في عدد كبير من الدوائر في القاهرة، وهذه ظاهرة إيجابية، يعني لأن يفرض نفسه وألا يترك الساحة لعناصر أخرى، لأنه غياب الناخبين عن الاختيار يترك الفرصة لقطاعات أخرى لا نريد أن نراها مرة أخرى تعتلي الساحة وتتصدر المشاهد. وبالتالي على الناخب الذي يتحدث عن بعض الأمور الخاصة في الأمور السياسية عليه أن يثبت نفسه ويذهب ليمارس حقه ويوسع دائرة المشاركة السياسية ويختار المرشح الذي يرى هو أنه أقدر وأحق على أن يحقق مطالبه وطموحاته. وهي في النهاية ساحة للمنافسة بين المرشحين لصالح الناخب في المقام الأول. أنت تحدثت دكتور محمد حول طبيعة تفكير الناخبين في مصر، المجتمع المصري بالنسبة للنواب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأن الهدف ربما يكون هدف خدمي وليس هدف تشريعي وما شابه. كيف يمكن تغيير هذه الثقافة السائدة في المجتمع؟ أعتقد أنه بدأت خطوات لتغيير هذه الثقافة. الناس كانت تضطر إلى انتخاب نائب الخدمات لسبب بسيط، أن الحكم المحلي أو المحافظ أو الوزارات لا تصل إلى هؤلاء الناس. على سبيل المثال كانت كل الخدمات تقدم في المدن وفي عواصم المدن، وهناك إهمال شديد للقرى والصعيد، وبالتالي كانت الناس تحتاج إلى من ينقل مطالبها إلى المسؤولين ويحقق هذا، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الكهرباء أو غيرها التي تمثل حقوقا أساسية لهذه المواطنين. الذي حدث منذ 30 يونيو ومجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح أن الخدمات بدأت تصل للناس ولا تنتظر وسيطا، ولعلك تلاحظ المناطق العشوائية التي نقل سكانها إلى هناك، لم يكن هناك نائب طلب من السيد الرئيس أن يتحقق ذلك. الطرق التي كانت لا تصلح للسير عليها بدأت تتم، الكهرباء التي كانت تنقطع ولا تصل للناس بدأت شركات الكهرباء. إذن لن يكون المواطن المصري محتاج إلى دكتور محمد.
يبدو أن الانقطاع اتصل بدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات.